بالإذن منكم. مين؟ نعم سمر. عدنان. في شغلات كتير لازم تعرفها. عم بسمعك. يعني بدك نحكي على التليفون؟ لا طبعا مو على التليفون. شكلك مو بالبيت. ايه انا عم تعشى مع الاولاد بالنادي ومهند كمان. هيك لك هم. وانا كنت بدي اقول لك تعال مشان نحكي. حابة اشوفك شوي. طبعا لازم نحكي. انا بكان لي جاب فندق سردار. فيك تجي هلا؟ لا أنا بكره بحاكيكي وبشوفك بوقت مناسب أكثر. يعني عم بتقلي إنه اليوم مو مناسب حتى أشوفك؟ نهال ومهند عزموني الليلة على العشاء. عندهم احتفال صغير مشان هيك. مو مشكلة. بيجي وقت مناسب وبشوفك. أنا آسف مشان الليلة. ولا يهمك، سلم لي على الكل. بيوصل. صحة وهنا على قلبكم، باي باي. الله معك. ايه شو قالت؟ النقطة اللي وصلنا لها صرنا واثقين منها، وصار لازم نحكي موضوع الطلاق بقى. وسمر عم تذكرني انه صار وقت هالشي. عن جد هيك قالت لك؟ ايه قالت انها بدها تحكي بهالشي. بركي يا ريت نكمل حديثنا من المكان اللي وقفنا عنده. شو رايكم؟ ايه كنا عم نحكي على تقديم العرس. بحبك كتير. مراد؟ Das geht das Himmel für dem on. Dankeschön. Vielen Dank, die Kinder. Dankeschön. Dankeschön. Schönen Naveltown. تفضلي خدي راحتك، وإذا بتحبي ترتاحي ما في مشكلة. إمتى ما بتكوني جاهزة دقي الباب، وأنا رح كون منتظرك هون. لا تدللني كل هالقد. شوفك. لديكم رسالة جديدة، استمعوا إليها. مرحبا حبيبتي فيروز، بتمنى تكون رحلتك كانت مريحة. اجتمعت مع بيت عدنان بالنادي، كانوا عم يحتفلوا بشغلي، قلت بخبرك. بتمنى لك رحلة سعيدة. وصلتم إلى نهاية رسالتكم.
ألو حبيبتي، شو الأخبار جوليا؟ بس ما كون فيقتك. لا أبداً، كنت عم بقرأ كتاب. احكي لي كيف التقيتوا؟ كنت أنا وجهاد مع بعض، رحنا تعشينا بالنادي. بلشتي تجيبي لهالولد على النادي؟ أنتي ما بتسمعي الكلام بنوب؟ هلأ تركينا منه. المهم نحن كنا طالعين، طلعت وإلا أربعتهم قاعدين بطاولة وحدي، مبسوطين على الآخر. ما في أي أثر لسمر على الطاولة بنوب. والله وكان عدنان كتير مبسوط وكأنه مو صاير معه شي أبداً. خبرته كمان إني شفت سمر. قلت له إني شفتها وأنا فايتي على مشفى الدكتور إحسان، حتى إنه ما انشغل باله إذا كانت مريضة. ولا شفت منه أي انفعال كمان. وليش لحتى يورجيكي حبيبتي؟ بعدين؟ بعدين ما صار شي أبداً. تصبحوا على خير، تلاقوا الخير، نحن طلعنا وهن ضلوا قاعدين لسه عم يتعشوا. يعني هذا كل شي؟ هذا كل شي. ماشي. انت حكيتي مع سمر شي ليش رايحة على الدكتور؟ ما قدرت احكي. بدي قلك اذا مو حابة تحكي مع سمر بكرة انا بحكي مع البنات اللي بالمشفى اذا بدك. بشوفلك ليش كانت عندهم. ما في داعي حبيبتي. بصراحة بتعرفي شو خاطر ببالي؟ نيح كتير انه سمر ما جابت ولد من عدنان. بقصد اذا تركوا بعضهم بنت بعز شبابها كيف رح تبقى لحالها مع ولد؟ شو عم تقولي يا جوليا؟ شبكي انتي شو عم تفاولي؟ شو بعرفني هيك خطر على بالي. يلا بشوفك. وين انتو؟ لا تقولي لي انك نايمه بهالساعه. لسه هلا جينا على الغرفه، رح نحضر حالنا وطالعين لبرا. عم تبقوا بنفس الغرفه شي؟ طبعا لا. تحسين اخذ سويتين جنب بعض. قديش ظريف هالرجال. شو ممكن يكون غير هيك؟ شبك لا تغشمي حالك. الرجال بهالعمر حابين يعيشوا شغلات مستحيل تخطر ببال حدا. أنا بحياتي ما عشت شغلات عشوائية بنوب ولا رح أعيشها. إيه دخيلك، انبسطي منيح. يلا بخاطرك حبيبتي. شكراً إلك، بخاطرك. حاسس حالي كأني راكب شي 700 كيلومتر وأكتر. وين ماما؟ دكتور أعطاها مسكن، حطت راسها ونامت. بعد ما طلعوا لبابا من العملية ما كان بيفرق أي شي عن تيم وفريده. ما كان حلمي أونال، كان بابا، مو الرجال اللي فتح على راسنا ألف مصيبة. لا عاد تفكر كتير نهاد، إن شاء الله بيتعافى وبيتحسن بسرعة. بلكي بيصير يفهم شو قيمة الحياة وما يقضي حياته الباقية بشغلات فاضية.
جوعان شي؟ معناتها يلا نملك شوي وريح حالك. بالأول خليني أتدوش. ماشي حبيبي. بدك تروح الصبح كمان مو هيك؟ من بكير. إجا حدا تاني يزور أبوك غير عدنان بيك؟ من كتر مو محبينه كتار؟ عاملين زهورات وجبت لك كاسة معي. تسلم يا بشير، بدي عزبك تحطهم هون. وانت شربت كمان؟ ايه ليمون؟ اذا بتريد. تسلم ايديك. كتير طيبة. صحتين وهنا. عود هون. عمو سليمان والخالة شهيرة بيسلموا عليك كتير. الله يسلمون. جميلة اتصلت من شوي وحكينا، الكل بيسلموا عليك. يبدو انه الايام اللي فيها حركة رح تبلش. نهال ومهند مقدمين موعد العرس. والله؟ ما عندي علم بنوب. جميلة قالت لي افتح التلفزيون، كان في مقابلة لمهند بيك، هو اللي قال هالشي. إن شاء الله خير. هيك أحسن. الله يهنيهم. هيك بيسكتوا الناس شوي. بكل الأحوال رح يتجوزوا. إيه. يلا انتي روحي. شوفي عم نتعشى، عمو سليمان عم ينادي لك. ماني جوعانه. اللي عم تعمليه عيب، ما بيصير تضلي بلا اكل. مو جاي على بالي. مثل ما بدك. اعطيني خبز. يسلموا. مو جاية. مثل ما بدها. قال ما بدها اصلا. دخلك وبلا ما نشوف هالوش الناشف عند هالمسوية. هلا ما في حدا بالبيت مو هيك؟ ما في. لا تعلق حتى نتعشى فوق كمان. لا يا روحي، بس ماني متعود يكون البيت فاضي، مشان هيك استغربت. مو حلو البيت بلا هون. يسلموا ايديكي. يلا كل اكلك. يا ريت نقدر نراضي عدنان بيك مع مدامته. برافو سهيلة، كل شي عم يصير بالبيت صار على كل لسان. مش أنا غريب؟ زعلت منك. أنا بعتبر حالي صهر العيلة كمان. مي ولا كولا؟ لا بشرب مي. عم بتذكر أول يوم شفت فيها الخانوم، كانت جاي هي والأفندي تبعنا لعنا على المينا. مع مهند بيك؟ كيف شفتون؟ بتتذكروا الليلة اللي سكر فيها مهند بيك عنا؟ كان شربان كتير ومطفي، واجا عدنان بيك مع بشير واخده. ايه؟ ها، كان اليوم الثاني ولا بعده ما بعرف. كان جاي مشان يتشكرنا، وكانت الخانم معه وقتها، وانا طبعا ما كنت بعرفها. حتى سألته اذا كانت حبيبته ولا لا. طيب هو ما قال لك انه ما أنا هي؟ اكيد قايل لي بس ما عم بتذكر. يا لطيف قديش هو غريب. اجا وشرب وسكر وصار يهلوس. صار يقول انا بحبها والله. بحبها انا بحبها. نحن فكرنا بيحب وحدة ما بتحبه. بعدين وقت اللي اخذنا لكم السمك شفنا البنت عنكم. طالما هي عنكم. ليش حتى يشرب ويسكر ويفضحها؟ لسه شو بده؟
بشرى خانم ما كانت بالبيت. البنت اللي شفتها انت بالبيت بنت عمه لمهند. ايه هي اللي شعرها سابل ولون عيونها فاتح. لا مو هي، هديك شعرها مجعد وطويلة، شايفة حالها كتير، انا بعرفها. لتكون بتقصد سمر خانم. اسمها سمر؟ مرت عمه لمهند، مرت عمه. هي مرت عدنان بيك. لا اخص، والله فكرت خطيبته لهالزلمة. عن جد عيب علي، ما بعرف. هو مركبها بسيارته وجايبها، أنا فكرتها حبيبته. طقيت له برغي هلا. ما لك أخ من هالراسات. شايرة خانم وين رحتي؟ خليكي معنا هون. شبنا شردت شوي. يلا إن شاء الله سمر خانم ترجع لهون إن شاء الله. صراحة عطلة صغيرة منيحة مشاننا كلياتنا. شو رأيكم نسافر بالباخرة لشي مكان؟ بصير. أنا رح شوف شي باخرة بتطلع من اسطنبول وتكون كتير شيك كمان. إذا بدكم نعملكم عرسكم بالباخرة بزوجكم القبطان. فكرة حلوة كتير. نستقبل المدعوين بالباخرة وتاني يوم بنسافر بشهر العسل. مو على أساس كان بدك العرس بالقصر؟ إيه. منتظرين منا نحدد تاريخ العرس، هلأ بنحكي فيها. سمر ما عم صدق. الجبل اللي ما بيجي لعندك انت تعال لعنده. اهلا وسهلا. اهلا فيك. خير ما عملتيش تقتلك؟ وانا كمان صرتي منيح. احسن بكتير حبيبي. مرحبا، فرحت بجيتك. بقيت واقف مهند، كيفك؟ بتحبوا نقعد على طاولة أكبر؟ ايه منقعد. لو سمحتوا جهزونا هالطاولة. تكرم يا بيك، رح جهزها فورا. يا الله نزعت لكم سهرتكم. معقول تحكي هيك؟ منيح اجيتي. ما قدرت استنى لبكرة مشان نحكي. خير ما عملتي. مادموزيل اجت. واخيرا. انا عزمتها اليوم. عاصم نزل على المدينه مشان يجيبها معه. تفضلي. أهلا وسهلا مادموزيل. شكرا كتير إلك لأنك ما خجلتيني. أساسا أنا يلي بشكرك. ما رح أقضي ليلة تانية بلا نوم. تفضلي. أهلا وسهلا مادموزيل. كيفك بشير؟ الحمد لله منيح، كتير فرحت بشوفتك. وأنا كمان. عاملي حسابك مو هيك؟ تعرفي اليوم ما رح خليكي تروحي. في شغلات مهمة كتير بدنا نحكيها. لا أنا ما بدي، تعبانة شوي، أنا باخد قهوة وسط. تكرم يا خانم. إيه الأخبار عنكم؟ بشو عم تحتفلوا؟
اليوم قدموا مواعيد العرس. هيك لكان معناتها مزبوط. ماما كانت قالت لي هيك شيء. ايه بس ايمي الجبصين رح نتزوج. كيف ايدك؟ في وجع شيء؟ لا رح اشيل الجبصين الاسبوع الجاي، بس اكيد ما رح نتزوج الاسبوع الجاي، لسه في وقت. بدي بلش بالمعالجه الفيزيائيه بالاول. بعتقد باول ايار رح يكون العرس. باول اسبوع او بالاسبوع الثاني. ما ضل كتير، يلا على خير. وانت ليش مو طالع صوتك مهند؟ ولا يمكن انت معارض الموعد؟ لا بالعكس، كان قراري انا. شو حلو. حكيتوا شي مع ماما؟ هي ما حكتني ابدا. لا ما حكيت معنا كمان. بتكون وصلت من زمان، حتى انهم بيكونوا عم بيحتفلوا ومبسوطين كثير. هذا اللي صاير بالضبط. على الأقل في واحد منا مبسوط كتير بهالفترة. نطرتك كتير، أنا آسفة. تستاهلي، انطرك طول العمر. على طول؟ العتب بصير كبير. ما بتتفضلي لجوا؟ تغير برنامجنا شي؟ كنت بعرف إنه رح نطلع لبرا. تحسباً من إنك تعبانة قلت لحالي بجيب شي على الغرفة ونسهر هون، بس إذا بدك فينا نطلع نسهر برا. لا معك حق، خلينا نقتصر الليلة مشان يطول نهارنا. شكراً كتير. أنا يلي بتشكرك كتير. أهلا وسهلا. بصحتك. لازم تنتبهي على وزنك مشان العرس. عم بنتبه قد ما فيني. الاحتفال لهون وبس، كأنه ما في برنامج تاني؟ في، بعد ما نوصل مراد على البيت منروح لشي مكان. يلا مراد. طالعين فورا؟ ايه نحن رايحين، ما رح ناخذ السيارة. خدوها وبعدين تبعتوا لي اياها. ما في داعي بنوب، بشوفكم. خاطركم. الله معكم، الف مبروك. شكرا لك. منشوفك، خاطرك عمو. شو رأيك نطلع شوي على الحديقة؟ ماشي. انت انتظروا لعمي ونحن طالعين بالتاكسي. تكرم يا بيك. سمر ليش عم تستعجل كل هالقد مشان تحكي عن الطلاق؟ يلا. بس مو هيك، ما قدرت تستنى لبكره؟ بابا رح يضايق كثير. ايه مو نقاش بفائل كثير، بس برايي ما في داعي يتاجل كمان.
حكيت شي لحدا عن وضعنا؟ يعني محاميين أو شي؟ انتظرت إنك تبادري. بصراحة أنا ماني جاي لهون مشان نحكي عن الطلاق. ما بدي نبعد عن بعض عدنان. أنا مو حابة بعد عنك بنوب. قلي لي شو اللي تغير من هديك الليلة لهلأ؟ بعدت عنك ما بيكفي؟ كنت متأكدة من قرارك مو هيك؟ كان بدك تخلصي هديك الليلة. قلتي أكثر من مرة إنك عم تتألمي من هذا الزواج. بس ما عم بقدر بعد عنك، ما عم بقدر أعمل هالشي. هالشغلة تكررت أكثر من مرة. أنت أخذتي قرارك ورحتي، بعدين رجعتي، رحتي ورجعتي. أنا بحبك. هاي المرة أنا حابب أفكر. طالما الفرق عم تأثر كل هالقد على قرارات مصيرية بيناتنا، وأنا بحاجة لهذا البعد كمان. كنت مفكرة إنه رح نرجع البيت مع بعض اليوم. برأيي ما بيكون صح. بعدين أنا بكرة مسافر بشغل برات البلد، رح أغيب كم يوم. هيك لك. نحكي مرة تانية بعد ما أرجع. طيب.
نحن بفيينا وبعرفه كتير منيح للسفير هون. الزواج قرار مهم كتير، في قدامنا طريق طويل مشان نفكر بهالشي. هيك رأيك؟ ايه هيك. نهال طلبت مني ابقى مشان مراد. مو مشانه كانت أخذ قرار معي بمنتهى الحذر. مع الوقت رح تتصلح الأمور بيناتكم. هاي المسافة من مصلحتي أنا كمان يا إنعام خانم. على القليلة ما عم بضطر أكذب قدام أي حدا بخصوص رأيي بمهند نهائياً. بعد ما صار هداك الحديث المزعج بيناتنا، فيكي تتوقعي قديش اتضايقت وقتها. كركبت كتير وانقلبت حياتي فوقاني تحتاني، حتى حاولت أعرف شي من بشير. شو قال لك؟ قال إنه ما بيعرف أي شي. تفكير بسمر ومهند، حتى التفكير بإنه هالشي حقيقي تراجيديا بحد ذاتها. مستحيل أقدر صدق. أساساً ما بدي أفكر إنه مهند ممكن يعمل هيك شيء، ما فيه أبداً. طيب برأيك ليش مهند فجأة صار يحسسنا باهتمامه بنهال؟ بلحظة اقتنعوا يخطبوا بعض بالوقت اللي ما كان في أي علاقة بيناتهم، وهالشي كمان فيروز خانه منظمته. شو اللي كان مخليها تستعجل؟ أو شو اللي حاولت تغطي؟ لازم نأخر هالزواج يا إنعام خانو. يا إلهي، كيف فينا نفكر إنه هالشي ممكن يكون حقيقة بهي العيلة؟ بجوز نكون غلطانين، ما منغلط؟ نحن بحاجة لوقت مشان نفهم هالشي، مشان نهال تتعرف على مهند عن جد. بجوز رح ينحل الموضوع لحاله، بلكي مهند رح يطلب بالأول يفسخ الخطبة. خلينا نشوف. بكره الشغل رح يكون كتير، ما لازم نترك العمال لحالهم ابدا. لا تاكلي هم بنوب. وصل عدنان بيكر كوت، خد جاكيتك. جاي لوحدك؟ تصبح على خير. الله يخير يا بيك. أهلا وسهلا يا بيك. أهلين فيك. شو صار؟ حكينا. كنت متأملة إنكم تجوا مع بعض. الظاهر سمر كمان عم تفكر بنفس الشيء. قالت إنكم تتصالحوا يعني؟ طيب ليش بابا ليش نحن لساتنا بحاجة لشوية وقت يعني هال.
أنا حابب أعطي فرصة تانية لحالي. بكرة الصبح رح أروح على المزرعة وخليني هنيك فكر بشكل سليم. بابا أهلا وسهلا. بابا حاكيني. نهال بترجاكي. نهال تصبح على خير. عم بيعاند. سمر حابة تصالحه، عم بيقول بكرة بده يروح المزرعة ونحن بلا ما نتركه لحاله رايح مشان يبقى لوحده. بعدين أنا في علي شغل هون قد الدنيا، بآخر هذا الأسبوع بدي أخلص شغل البيت. بلا ما نشوش عليه أفكاره خلينا نتركه ويفكر قد ما بده. طيب ماشي. لوين؟ بدي اشتغل شوي. بهذا الوقت؟ مو جاييني نوم. تصبح على خير. تلاقوا الخير. ماني حابة الليلة ابقى لوحدي. خلينا نفكر يا سمر. اتنيناتنا بحاجة لهالشي. بشوفك.
ألو، فيقتك شي؟ لا، كنت عم تفرج على التلفزيون. أنت منيحة؟ ماشي حالي. كنت متشوقة عساس كنتي ترجعي ليلة مع بابا على البيت. كتير زعلت وقت ما أجيتي. أبوك اللي قرر يرجع لحاله. أنت حابة تراضي؟ ليش عم بيعاند؟ أنا ما عم بفهم. عم بيعاقبني. بكرة رايح على المزرعة. رايح على المزرعة؟ آه، ما كان عندك علم؟ أنا اللي بعرفه أنه رايح بشغل برات إسطنبول. آه، بلكي إذا بده يفكر كتير منيح خليه يبقى لوحده شوي. طيب خلينا نجتمع سوا، لا تبقى لوحدك. إذا بدك بكرة تعي لعندي. بكرة ما بقدر، عندي شغل كتير. ما عم نغير الفرش؟ تعالي أنت إذا بدك، وبابا مو هون. لا خلص، بشوفك بعدين. ماشي، انتبهي على حالك ولا تزعلي. حبيبتي أنت، تصبحي على خير. وأنت من أهله. زلقت بالحكي. ما كانت بتعرف إنه بابا رايح على المزرعة. ليش قلتي لا تعالي على البيت؟ بلكي عمو ما راح على المزرعة. هيك بتحطيه بموقف مو حلو. أصلاً قالت لي ما بجي، عزمتني لعندها. اصحك تروحي. ليش؟ مشكلتها مو معك، انت شو بدك تحكي؟ لا تتدخلي. طيب بنتفرج عليهم لحتى يتركوا بعض؟ لا، ما عم بقول يتركوا بعض. تركيهم يحلوها لحالهم. رجاء لا تروحي. خلينا نحاول ما نفكر بهالقصة بنوب، وإلا رح لف ودور ليطلع الصبح. لا تروحي الصبح بكير، خلينا نتمشى شوي بالمزرعة. بصير، تصبحي على خير. وانتي من أهله. خوفتني بشير. بعتذر منك، حبيت أحكي معك لوحدنا. سمعت كل شي قلتي ليا لإنعام خانم، وأنا من رأيي يتم تأجيل هذا الزواج كمان. معناها قررت تحكي. مهند مانو الشخص اللي بيستاهل نهال، مشان هذا السبب هالزواج مو لازم يتم. وأنا حاولت أحكي لك من قبل، مناي هالشي يا مدموزيل، حاولي تلهي نهال. كيف رح أعمل هالشي؟ ما بعرف. سمر خانم تركت البيت وشكلها ما رح ترجع بنوب. إذا بينتهي هذا الزواج بطبيعة الحال فيروز خانم بتروح كمان. بعدين برأيي ما بعتقد مهند بيك يبقى كتير هنيك. نهال رح تنقهر كتير بحياتها، منتظرت هالتعاسة. لازم تحضر حالي لهالشي. احكي اللي بتعرفه يا بشير. ما بعرف اي شي، بس امنعي هذا الزواج. بترجاكي امنعي هالشي يا مدموزيل، ما عم قول شي تاني.